في عالم حيث لا يبدو فيه كل شيء على ما هو عليه. أحياناً عليكم التراجع قليلاً وإلقاء نظرة ثانية. استكشاف ما هو عجيب، غريب، ومدهش بكل ما في الكلمة من معنى. والآن حان وقت برنامجنا. منظور قصري. إنه عملاق وهو يحاول أن يتكئ على ذاك المبنى. لا، انتظروا، إنه يحاول الإمساك بذاك التمثال، وذلك يحمل الناس بيديه. وما الذي يفعله ذلك الآخر؟ من خلال نظرة خاطفة نلاحظ أمراً غريباً بشأن هذه المشاهد والصور. الآن وقد سنح لكم الوقت لمعالجتها، عرفتم أنها فكرة أخرى من الخداع البصري الذي يعبث بإدراككم الحسي. إنه الخداع البصري الذي يدعى المنظور القصري. ولكن ما هو المنظور القصري؟ دعونا نفهم كيفية إدراكنا للأجسام والعمق. راقبوا شارعاً مزدحماً. في أثناء تحرك الأجسام كالسيارات والأشخاص بعيداً عن مجال رؤيتكم يبدون أصغر حجماً، والعكس بالعكس، فكلما اقتربت الأجسام منكم بدت أكبر حجماً. أو عندما تكونون في طائرة لاحظوا كيف تظهر الأبنية والشوارع والأشخاص أصغر حجماً كلما ارتفعت الطائرة. ليس مجرد إبعاد الأجسام وتقريبها، بل بالإمكان إضافة التلاعب بحجم وشكل وطول الأشياء إلى خدعة المنظور القصري. تفقدوا هذا المشهد. هذه غرفة فيها شخصان، أحدهما عملاق والآخر بالحجم الطبيعي. يتبادلان الأماكن، وها هما تتغير أطوالهما كلما تحركا في الغرفة. لكن كيف؟ هذا مثال تقليدي لخدعة غرفة إيمس، وهي غرفة صممت خصيصاً وتملك تصميمها الهندسي وتعبث بإدراككم للمنظور. انظروا كيف تم تصميمها بالفعل. الجهة اليمنى في الحقيقة مضغوطة أكثر وأبعد من الجهة اليسرى، وبسبب ذلك فالتحرك عبر الغرفة يوجد وهماً بأن الأشخاص يزدادون طولاً. مثال شهير آخر هو النمط الياباني للعملاق وأسلوب أفلام الرجل الآلي، حيث يتم تصوير مواقع لأبنية مصغرة مع ممثلين يرتدون زي الوحش. هذا يؤدي إلى ظهور الوحش كأنه بطول الأبنية. تستخدم المواقع المصغرة في الكثير من الأفلام، حيث تظهر مدناً مدمرة تعرضت لكارثة أو ما شابه. تم تقريب الكاميرات وعدسات التصوير كثيراً لتبدو كأن المواقع بالحجم الطبيعي. يفعلون ذلك مع الجبال، القلاع، المركبات الفضائية، الطائرات، السفن وأشياء أخرى. في الحقيقة قبل استخدام الحواسيب كانت غالبية الأفلام ذات الميزانية الكبيرة توظف هذه التقنية كثيراً. بالإمكان ملاحظة هذه التقنية في ألعاب الفيديو أيضاً، وبخاصة تلك التي تتضمن سباق السيارات. لاحظوا كيف أن معظم ألعاب سباق السيارات لا تتحرك فيها السيارة أبداً، بل تبقى في مركز الصورة، بينما يتغير المشهد أو الصور في الخلفية. والأجسام الموجودة في الخلفية كالأشجار والإشارات يتغير حجمها فجأة لتوجد وهم العمق والحركة. لذا إن أردتم تجربة المنظور القصري بأنفسكم، فإن ذلك سهل بقدر الإمساك بكاميراتكم أو حتى بهواتفكم. اجلبوا أحداً ما ليكون نموذجاً لكم.
والآن أطلب منه أن يتحرك إلى الأمام والخلف، واستعينوا بمجال الرؤية لديكم أو بالشاشة للتعديل عند الحاجة. وفي الزاوية المناسبة أطلب منه أن يقف في مكانه. أثبتوا مكانكم والتقطوا الصور لتروا كم من المشاهد الممتعة التي ستبتكرونها. العجينة الحية. والآن انظروا إلى هذا التصميم للحظة. إنه سائل كثيف موضوع في وعاء. إن الوعاء الذي يحتوي على السائل هو عبارة عن مكبر صوت. هذا غريب جداً، صحيح؟ والآن راقبوا حالما نبدأ بتطبيق صوت عليه. الآن انظروا إلى السائل. شاهدوا كيف ستفتح بوابة أبعاد تستدعي مخلوقات من العالم الآخر. أم لا؟ ها هو مع بعض الملونات الغذائية. وإليكم واحداً آخر. والآن هذا غريب جداً. إذن كيف تحرك السائل هكذا باستخدام الصوت؟ ما رأيتموه كان مثالاً للسائل غير الخاضع لقانون نيوتن. إنه سائل يتصرف بشكل مختلف عن السوائل التقليدية أو الخاضعة لقانون نيوتن. السوائل الخاضعة لقانون نيوتن تملك طاقة تشوه أو معدل تشوه طولي. بإمكانكم ملاحظة ذلك عندما تسكبون السوائل التقليدية، فهي تملك كثافة خفيفة تنزلق نسبياً إنجاز التعبير. كمثال سريع يمكننا إلقاء نظرة على الماء التقليدي لتقوموا بتوضيح الفكرة. اذهبوا وأحضروا أي وعاء يحتوي على ماء، أي وعاء شفاف ينفع. والآن أميل الوعاء وانظروا جيداً كيف تنساب المياه عند إراقتها. هكذا تتصرف السوائل الخاضعة لقانون نيوتن. والآن نظف الفوضى. سننظر الآن إلى عدة أنواع من السوائل غير الخاضعة لقانون نيوتن. كثافة هذه السوائل تختلف من ناحية طاقة التشوه، وهذا يعني أن لها طرقاً مختلفة للسيلان في حالتها السائلة. من الأمثلة عن السوائل غير الخاضعة لقانون نيوتن معجون الأسنان ومعجون الطماطم. هذا السائل بالتحديد يسمى هلام الأوبلك، وهو اسم أنيق لمزيج الماء والنشا. ربما قمتم بهذه التجربة في صفوف المدرسة. ألا تذكرون تجربة مزيج الماء والنشا؟ عندما تمزجون الماء والنشا معاً، لاحظوا كيف يكونان سائلاً سميكاً. والآن حاولوا تطبيق قوة تشويه على السائل. راقبوا كيف أصبح السائل في تلك اللحظة صلباً. والآن حاولوا الإمساك به وشاهدوا كيف ينساب من خلال أصابعكم تماماً كما تفعل السوائل. حاولوا دحرجته لتكوين كرة وطبقوا عليه ضغطاً كافياً. ستجدونه يحتفظ بصلابته لوقت قصير، وحالما تفك الضغط سينساب من بين أصابعكم. ذلك هو السائل غير الخاضع لقانون نيوتن. والآن لنعد إلى تأثيرنا. تذكروا أن الصوت هو طاقة تنتج عن الاهتزازات. لنرى كيف تترجم تلك الطاقة عندما تصطدم بالسائل غير الخاضع لقانون نيوتن. بالتأكيد عندما تجرون هذه التجربة لا تنسوا أن تحموا مكبر الصوت باستخدام غلاف بلاستيكي لإبعاد السائل عنه. إننا نستخدم الآن تطبيقاً لنولد صوتاً مستخدمين ترددات مختلفة. والآن راقبوا كيف سيتصرف الهلام مع الأصوات ذات الترددات المرتفعة والمنخفضة. بإمكانكم حتى تجربة أنغامكم المفضلة على مكبر الصوت. عند الترددات الصحيحة سترون أن الهلام يتراقص ويشكل كتلاً شاهقة. على كل حال،
حالما ينقطع مصدر الصوت يعود الهلام إلى كثافته السائلة السميكة. من أجل إضافة حيلة أخرى، انظروا إلى الهلام مع ملونات الطعام. يبدو هذا كأنه مخلوق، صحيح؟ إذن إن كان لديكم بعض الوقت، القليل من الماء، نشاء، ملونات، ومكبر صوت إضافي، فجربوا ذلك بأنفسكم. مرآة لا متناهية. هل فكرتم يوماً في اللانهاية؟ إنها سمة خاصة يتم ربطها عادة بالأرقام، التمدد الخارجي، شيء غير محدود، ما لا يحصى. تخيلوا الآن كيف ستبدو الفكرة. تستحضر صورة عوالم متوازية وأبعاد متعددة. راقبوا، ربما رأيتم هذا من قبل في حجرة حمام أو في المصعد أو في غرفة الملابس أو في صالون التجميل. والآن تذكروا الشيء المشترك الذي تحويه تلك الأماكن. كما خمنتم على الأغلب، إنه شيء له علاقة بالمرايا. تذكروا أن أعيننا ترى بسبب أمواج الضوء التي تنعكس عائدة باتجاهها. الألوان، السطوع والظلام، جميعها نتيجة لهذه الظاهرة. السطوع العاكسة تملك سطحاً ناعماً بما يكفي ليسمح للضوء القادم من زاوية واحدة بأن ينعكس عليها. وبما أن أمواج الضوء تنتقل بسرعة كبيرة، فيبدو الانعكاس لحظياً بالنسبة لإدراكنا البشري. عندما تضعون مرآة أمام مرآة أخرى بشكل متوازن ويكون سطحاهما العاكسان متقابلين، يولد هذا انعكاساً للانعكاس. فكروا في الأمر على أنه صداً، صوت يرتد عن الجدران مولداً سلسلة من الأصداء لذات الصوت، إنما بدرجة ارتفاع أقل بقليل. وفي هذه الحالة ينعكس الضوء بدلاً من الصوت. عندما ينعكس الضوء من المرآة الأولى يرتد عن سطحها وينتقل مسافة إلى المرآة المقابلة. نظرياً سينخفض ويرتد جيئة وذهاباً إلى ما لا نهاية. الآن وبينما يرتد الضوء جيئة وذهاباً، سيستمر في التنقل من وإلى الجهة المقابلة للمرآة، جعلاً كل انعكاس ناجح يبدو أبعد من الانعكاس الأخير. لنعتبر الآن أن هذه مرآة لا متناهية سماكتها سنتيمتران، ويوجد جسم يقع في منتصف المسافة بينهما. على الضوء أن ينتقل مسافة سنتيمتر واحد إلى أحد الوجهين، ويعود مسافة سنتيمترين إلى سطح المرآة الأخرى، وأربعة سنتيمترات إلى السطح الأول، وهكذا دواليك. ستلاحظون أن المسافة التي قطعها الضوء تبدو أيضاً مسافة الانعكاسات في المرآة، وهذا يخلق بدوره الأثر المتتالي أو شكل النفق الذي نلاحظه في توليفة المرآة اللامتناهية. إنه تعاقب لا نهائي من الانعكاسات، كل واحد منها أصغر جزئياً من أول انعكاس، وهذا يجعل الأمر يبدو كأن الانعكاسات تقف بشكل لا نهائي على طول مسافة غير منتهية. إليكم شيئاً آخر تفقدوا هذا المثال. لنطور الفكرة قليلاً، ستحتاجون إلى كاميرا تصوير. يمكن للهاتف أو كاميرا الإنترنت أن تفي بالغرض. ستحتاجون أيضاً إلى شاشة عرض منفصلة. حاولوا وضع جسم أمام الشاشة. الآن وجهوا الكاميرا باتجاه ذلك الجسم. هل لاحظتم كيف أن الخلفية التي تظهر على الشاشة تبدو لا نهائية؟ ذات المبادئ تعمل هنا. مع انعكاس لا نهائي للضوء جيئة وذهاباً، إنما هذه المرة بين الشاشة وعدسة الكاميرا.
وإن حركتم الجسم قليلاً فستبدأ الانعكاسات بالتحرك واحداً تلو الآخر. سبب هذا ليس حاجة الضوء إلى الوقت كي ينتقل جيئة وذهاباً فحسب، بل هناك أيضاً التأخير البسيط في انتقال إشارة الكاميرا من العدسة إلى المعالج انتهاءً بالشاشة. بالتأكيد توجد للمرآة اللامتناهية استخداماتها أيضاً، حيث يوظفها المصممون لتبدو الغرف أكبر مما هي عليه. إنها تستخدم أيضاً لصنع تأثير نفق حفرة الدودة للأجسام كالطاولات، الساعات، وحتى الإطارات. سرير المسامير. حسناً، هذه الخدعة تقليدية. لنرجع معاً مجدداً إلى زمن مختلف ومكان مختلف. تصوروا رجلاً غارقاً في تركيز عميق، غير صاح تماماً لكنه غير نائم أيضاً. ذلك يبدو سريراً جميلاً. ما رأيتموه كان عرض سرير المسامير التقليدي، حيث يستخدم فيه سرير من المسامير، وهو لوح خشبي مستطيل الشكل وطويل ومرصوف بعدد كبير من المسامير على سطحه. ولكن هذا ليس كل شيء، فهذا السرير مصمم ليستلقي عليه شخص ما. قد يبدو للناظر أن هذا السرير يحمل خطراً مرتقباً. كيف يخاطر أحدهم بتعرضه لإصابة من أجل خدعة كهذه؟ هناك أنواع عديدة للخدعة أيضاً، حيث يوضع حجر بناء أو لوح أسمنتي فوق الشخص في أثناء استلقائه على سرير المسامير، ثم يتم كسر الأسمنت بمطرقة ثقيلة. ما السر وراء ذلك العمل البطولي؟ حسناً، لنبسط الأمور قليلاً بالنسبة لهذه التجربة. المسامير حادة بطبيعتها، وهي تستخدم لتثبيت الأشياء بعضها ببعض. بوجود رأس مدبب صغير، يعلم الجميع أنه مع تطبيق قوة كافية سيثقب المسمار سطحاً متوسط النعومة مثل الجلد. هل سبق ودستم على مسمار ورقي بالصدفة؟ إلى أولئك الذين فعلوا، هم يعرفون عما أتحدث. تخيلوا الآن أن هذا البالون هو جلدكم. ضعوا البالون فوق المسمار، ومع القليل من القوة سيثقب المسمار البالون. هذا بالضبط ما قد يحدث إذا دستم على مسمار واحد، وهذا أقل بكثير من الاستلقاء عليه. لا تفعلوا ذلك جدياً. لكن إن زاد عدد المسامير، فراقبوا رد فعل البالون على هذا السرير المليء بالمسامير. الآن شاهدوا البالون في أثناء وضع بعض الوزن عليه. كيف لم يثقب البالون من المسامير؟ السبب هو أن البالون والثقل غير محمولين على رأس حاد واحد، لكن على عدة رؤوس صغيرة، وبهذه الطريقة يتوزع الوزن على جميع المسامير التي في السرير. هذا هو المبدأ نفسه بالنسبة لخدعة سرير المسامير، إذ يتوزع وزن الشخص بأمان على آلاف المسامير المزروعة في اللوح. تخيلوا لو كان مسماراً واحداً فقط، وثمة شخص وزنه 45 كيلوغراماً سيسترخي على مسمار واحد. ولكن إن كان السرير يحتوي على 2000 مسمار مثلاً، فكل مسمار سيحمل 22 غراماً ونصف غرام. ومجدداً نقول هذا أكثر من كاف ليحمل شخصاً. لكن ماذا عن الجزء الذي يتم فيه تكسير الأسمنت فوق جسد المؤدي؟ حسناً، المسامير لا تتقاسم الوزن فحسب، بل القوة المطبقة على لوح الأسمنت أيضاً. ها
هذا يعني أن تأثير القوة القادمة من الضربة يتناقص كثيراً على جسد الشخص عند النهايات المستقبلة للصدمة. ولكن نحن بغنى عن قول ألا تجربوا هذه الخدعة في المنزل من دون احتياطات أمان مناسبة وبوجود شخص يساعدكم. إن أردتم تجربة سرير المسامير فاذهبوا إلى متحف العلوم المحلية وابحثوا عن آلة سرير المسامير. إنها آلة يمكن الاستلقاء عليها وانتظار خروج المسامير من الأسفل بأمان. لن تكتمل هذه الحلقة من دون نقاش سريع عن بعض محبي إعادة التفكير المميزين. إنهم أشخاص مسؤولون عن منحنا هذه الخدع والأوهام المحيرة للأذهان. المفكر البارز لهذا اليوم هو: انتظروا، يوجد في الحقيقة اثنان في حلقة اليوم. لنلقي نظرة على أعمال صانعي الأفلام ماريان سي كوبر وإيشيرو هوندا. كلاهما معروف بعمله في أفلام الوحوش العملاقة التي يترادف اسمها مع نمط الكايجو أو المخلوق الغريب. نعلم جميعنا أن نمط الكايجو هو واحد من أنماط الأفلام التي تتميز بخدعة بصرية واحدة، خدعة المنظور القصري. ولد ماريان كوبر في 24 من أكتوبر عام 1893 في جاكسونفيل فلوريدا. بدأ مسيرته المهنية كاتباً في عشرينيات القرن الماضي. خلال ذلك العقد عمل كوبر على كينغ كونغ، وهي شخصية ابتكرها بناءً على حلم شاهده عن غوريلا عملاقة تسيطر على مدينة نيويورك. برزت الفكرة في بداية الثلاثينيات، وبدأ تصوير الفيلم بعد مدة قصيرة وعرض عام 1933، حيث اشتهر بسرعة كبيرة وأصبح مثالاً لذلك النمط. إليكم صانع الأفلام إيشيرو هوندا من اليابان. ولد إيشيرو عام 1911 في أساهي ياماغاتا. بدأ إيشيرو مسيرته المهنية في صناعة الأفلام كمساعد لمخرج ياباني مشهور يدعى أكيرا كوروساوا. بعد أن شهد العالم التأثير المدمر للقنبلة النووية، ابتكر هوندا شخصية غوجيرا، وهي مزيج من كلمتين يابانيتين هما غوريرا وتعني الغوريلا وكوجيرا وتعني الحوت، ويعرف أكثر باسم غودزيلا. شاهد العالم الفيلم لأول مرة خلال خمسينيات القرن الماضي، وقد ظهر اليوم في أكثر من 30 فيلماً ناجحاً. حسناً، ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. تأكدوا من الانضمام إلينا المرة القادمة للمزيد من الخدع والأوهام، حيث سنمنحكم جرعة مذهلة أخرى من برنامجنا.